الحمد لله وبعد، فعندما ثارت أوروبا على الكنيسة قامت بتغيير مفاهيمها حول كل شيء تقريبا، ومن ضمن ذلك الحياة والدين والإله وأصل الخلقة وإلى نحو ذلك. ومن ضمن ما غيرت أيضا مفاهيمها فيه حقوق المرأة، وأنه كائن كالرجل تماما، وأنه جنس واحد لا اختلاف بينهما في كل الأمور. ومن أجل ذلك ينبغي أن يعطوا الحقوق المتساوية في كل شيء. وفي حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الرجل والأنثى باختلاف واضح وجوهري، فالذي يناسبهما هو العدل، وذلك لإعطاء الصفات المختلفة الحق والعدل اللازم، وذلك لمراعاة للاختلاف فيما بينهما. والحركات للأسف، وقد خفي ذلك على الحركات النسوية، وهنالك من الحركات العالمية الخبيثة ذات المآرب المشبوهة كالعلمانية والماسونية، لهم مآرب تخفى على هؤلاء المساكين، ولهم يعني أمور فوق تخيلات أولئك من توجهات الحرية وإلى ما ذلك. ومن ضمن من قد أصبح عن هذا روكفيلر، وهو رأس في الماسونية، وقال بأنه يدعم يعني توجه المرأة إلى التحرير والعمل ونحو ذلك، وذلك من أجل تفكيك البنية الأسرية. وهذا أيضا للأسف ما تدعو إليه بعض الحركات النسوية في بعض البلدان، وذلك من أجل، وهدف روكفيلر هنا لكي يربي الأولاد على الهيئة التي يريدونها، فإذا فككت الأسرة لم يوجد هنالك أب وأم، وهم من يراعون بالمقام الأول تربية الأبناء. فإذا لم يوجد الأب والأم، عند ذلك يربي إعلامهم الخبيث على الهيئة التي يشاؤونها، يربون الأولاد على الهيئة التي يشاؤونها. وكذلك أيضا لكي تدخل المرأة، وهو الجنس الثاني من المجتمع ويشكل 50% من المجتمع، لكي يدخلون ويمارسون العمل، ومن أجل ذلك يكسبون الأموال ويصرفونها بعد ذلك على البضائع التي يمتلكها هؤلاء، ويأخذون أيضا عنهم الضرائب لكي تزيد أيضا ثرواتهم من هذا الباب. وأيضا لكي ينشرون الفساد لا شك والانحلال في المجتمعات من هذا التوجه. وهذه المآرب للأسف تخفى على هؤلاء المساكين، وهي مآرب خبيثة شيطانية، ومن أجل ذلك يلاقى هذه التنظيمات، وكذلك أيضا تنظيم الشواذ، يلاقون هذا الدعم الشرس، وذلك لوقوف بعض الحركات العالمية الخبيثة وراءهم تحقيق لمآرب خبيثة ونشر الرذائل في المجتمعات البشرية ككل، لأنهم هم في الحقيقة ليسوا فقط أعداء المسلمين، هم أعداء البشر، ولكن المسلمون على وجه خاص، لأنهم يعلمون أنه الدين الحق، فلأجل ذلك كان الحرب عليه أشد على غيره. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.